بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الأصدقاء وصديقات أسرة قناة حكايات ومعلومات، ترحب بكم في هذا اليوم العظيم، يوم الحج الأعظم. نلتقي بكم اليوم أسرة عمل القناة يوسف محمد وأحمد بكري وحسين السيد ومحدثكم مصطفى محمود. لم نرد أن يأتي هذا اليوم العظيم إلا أن نكون معكم، ووجدنا أن هذه فرصة كبيرة أن نكون معكم في هذا اليوم العظيم، يوم الحج الأعظم، بصحبة الأستاذ الدكتور محمد عيسى داود. فالحمد لله، ما ارتفع نور وظهر، وما طلع صبح وأسفر، وما تراجع باطل وتقهقر، وصلاة وسلاما على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه خير أهل ومعشر. أما بعد، فتعتبر فريضة الحج أحد أركان الإسلام، وفي مواسم الحج تأتي الوفود من كل حدب وصوب من المسلمين قاصدين الطواف بالكعبة المشرفة الواقعة في مدينة مكة المكرمة، وللحج العديد من الشعائر والمناسك التي على المؤمن الالتزام بها. ولشدة أهمية هذه الفريضة، فهي واجبة على كل مسلم إذا استطاع إليها سبيلا، وهذه من فرائض الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا جميعا بالصحة والعافية، وأن يجعلنا من زوار بيته الحرام في العام المقبل بمشيئة الله. وطبعا ندعو لحضراتكم أيضا أن تكونوا على جبل عرفات في مثل هذه الأيام المباركات. لن أطيل عليكم أصدقائي وصديقاتي، ولكن ندع الكلام والحديث صوتا للأستاذ الدكتور محمد عيسى داود، وتلبيات وتهليل لله سبحانه وتعالى، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يقبلنا في عباده الصالحين، مع تحيات أسرة القناة، قناة حكايات ومعلومات، حسين السيد، يوسف محمد، أحمد البكري، ومحدثكم مصطفى محمود، وأترككم مع الأستاذ الدكتور محمد عيسى داود. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هنيئا هنيئا لإخوتنا وأحبابنا وأهلينا في منى المكرمة، وما أسعد هذه اللحظة أن يقف الحجيج في المشعر الكريم هذا ويؤدون بعده مناسك الحج بوقفة عرفة، ثم الطواف بالبيت الحرام، ثم العودة إلى منى. روى ابن حبان في صحيحه حديثا عظيما يرينا الثواب العظيم الذي يتفضل به ربنا العلي الكبير العظيم على من حج بيته الكريم بصدق وإخلاص ومن مال الحلال. عن ابن عباس رواه رضي الله عنهما قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله الأطهار وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلما ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. قال، أي فاجأهما النبي صلى الله عليه وآله الأطهار وسلم: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه، فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألان، فعلت. أرأيتم الذين ينكرون أن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم غيوبا؟ حاشا حاشا وكلا، إنه حبيب الله. قال: أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي للأنصاري: سل. قال: أخبرني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله الأطهار وسلم: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تؤم البيت الحرام وما لك فيه، أي ما الثواب الذي سينالني بإذن الله، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك الهدي وما لك فيه، وعن طوافك بالبيت بعد ذلك وما لك على الإفاضة. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق، هذا ما جئت أسألك. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله الأطهار وسلم: فإنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. طيب، من ذهب على قدميه كذلك، من ذهب بسيارة كذلك، أيا كانت وسيلة المواصلات فنفس القانون ينطبق عليها فضلا من الله سبحانه وتعالى ونعمة وإكراما لك، فأنت ضيفه عز وجل. وقال صلى الله عليه وآله الأطهر وسلم: وأما ركعتاك بعد الطواف فكعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة بعد ذلك فكعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله تعالى يباهي بكم الملائكة، يقول:
عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي وجنتي. فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. يعني إذن ليس الأمر وقفا على هذا الفضل العظيم على العبد الحاج، إنما لمن شفع له، لمن دعا له، لمن سأل حاجة لمحب له، لابن، لابنة، لأهل، لأصدقاء. أرأيتم الفضل العظيم؟ أرأيتم كرما مثل هذا الكرم الإلهي الرباني الرحماني الرحيمي؟ وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. الموبقات: الشرك بالله، السحر، عقوق الوالدين، الفرار يوم الزحف. عدوا الكبائر، عدها البعض سبعا وعدها البعض سبعين. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، أي لا يعلم ثوابه أحد. وأما حلقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى بها عنك خطيئة، أي الشعرة الواحدة لها وجهان، والوجهان إيجابيان، فلك حسنة ومحو خطيئة. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى، أي أنك ولدت الآن وأصبح حالك كيوم ولدتك أمك، لا ذنوب، لا معاصي، لا كبائر، لا موبقات، طاهر كل الطهر. أهناك مثل هذا الفضل؟ أهناك مثل هذا الكرم؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم أذنت لنا في التلبية، اللهم أذنت لنا في الدعاء، اللهم أذنت لنا في مسألتك، اللهم أجب يا رحيم دعوانا. كم يا إلهي من كربة قد فرجتها،
وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العلي العظيم بكرة وأصيلا. نحمدك اللهم بجميع محامدك كلها، على جميع نعمك كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، الحمد لله الذي لا منازع له في أمره، الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، الحمد لله الذي لا شبيه له في عظمته. اللهم إنا نسألك قليلا من كثير، مع حاجة بنا إليك عظيمة، وغناك عنا قديم. اللهم إن عفوك عن ذنوبنا، وتجاوزك عن خطايانا، وصفحك عن أعمالنا. اللهم هذا الكرم أطمعنا في أن نسألك ما لا قد نستوجبه لنا. اللهم أنت الذي رزقتنا من رحمتك، وأريتنا من قدرتك، وعرفتنا من إجابتك، فصرنا ندعوك آمنين، ونسألك مستأنسين، لا خائفين ولا وجلين، بل مدلين عليك فيما قصدنا فيه إليك. الحمد لله مالك الملك، الحمد لله مجري الفلك، الحمد لله مسخر الرياح، الحمد لله فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. اللهم أعط كل واحد منا مسألة. اللهم أنت الكريم، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله الأطهار، اللهم أصلح كل أحوالها، اللهم سددها وألهمها وتكرم عليها بأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهلك فيه أهل معصيتك. اللهم أنت القادر القدير المقتدر، تقبل منا بحق هذه الأيام المباركة. اللهم اكتبنا من السعداء، اللهم اكتبنا من السعداء، وأحسن ختامنا، وأحسن ختامنا، وأحسن ختامنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء قهرا وسمعا وطاعة وذلا، وسجد لوجهك كل شيء وعنت الوجوه للحي القيوم، كل ساجد لك طوعا أو كرها، كل ذل لك طوعا أو كرها. أسألك بجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت أركان كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، يا باقي يا حي يا قيوم قبل كل شيء ومع كل شيء وبعد كل شيء. وأسألك بأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، يا نور يا قدوس يا أول يا آخر، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، وأعزنا وأعز بلاد الإسلام والمسلمين، وأعدهم إلى صوابهم وإلى دينهم النقي. النور النور النور، يعرفون قدر حضرة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويصححون أفكارهم ويطهرون أنفسهم. اللهم بحق منى المعظمة المكرمة هذا المشعر الطيب الكريم الذي جمع الملايين يهتفون في صوت واحد ووقت واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم نسألك أن تغفر لهذه الأمة الذنوب التي تهتك العصم. اللهم اغفر لهذه الأمة الذنوب التي غيرت النعم. اللهم اغفر لهذه الأمة الذنوب التي حبست الدعاء. اللهم اغفر لهذه الأمة الذنوب التي أنزلت البلاء. اللهم اغفر لهذه الأمة كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إنا نتقرب إليك بذكرك، ونستشفع بك وبحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله الأطهار أحب خلقك إليك، نستشفع به إلى نفسك. فنسألك بجودك وكرمك أن تدنينا جميعا من قربك، وأن توزعنا شكرك، وأن تلهمنا ذكرك. اللهم إنا نسألك سؤال خاضعين متذللين خاشعين. اللهم أكرمنا وأعزنا واسترنا وارحمنا يا رحمن يا رحيم. اللهم ارزقنا جميعا الحج إلى بيتك الحرام وزيارة حضرة سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.